السلام عليكم تابع قناة إيزي إيرنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا موقع تعدين للبيتكوين. موقع التعدين دي يا شباب بتقدر تسجل فيها وتسيبها مع نفسها شهر شهر ونص، وبعد كده بتخش تسحب أرباحك. انت متعبش في الموقع، انت بتسجل بس. أول حاجة نعمل سحب على المسابقة اليومية في الفيديو دون اهو. هنروح كده، خدنا العنوان بتاع الفيديو، هنروح على الموقع يختار لنا الفايز، هنسيب عنوان الفيديو وهندوس على جيت كومنت. بيقول ان احنا معانا 13 كومنت، هندوس كده ستارت ونشوف اني كومنت هيظهر. اهو الفايز معانا مع محمد. هناخد كده العنوان دون وهنروح على المحفظة، هنحط العنوان دون وهنكتب لها ان هي الفايزة. اهو كتبنا كومنت وهنكتب هنا العشرة روبل بتوع المسابقة. اهو ادي 10. هنستنى بس البنك الباير، ادي بنك الباير هنا معانا. انا اسف بس عشان النت كان بطيء. هندوس على كلمة سند، اهو كده بعت 10 روبل. هنروح بقى لموقعنا بتاع النهاردة، ادي الموقع اهو، سيبولكوا اسفل الفيديو. التسجيل فيه سهل جدا، بتحط عنوان المحفظة بتاعتك وبتكتب الديجيتال كود ده من 6 ارقام وبتدوس على start meaning. الموقع هنا بيقدم باقات هتقدر تشوفها. الموقع اول ما تخش هتلاقيه بيقدم معاك لوحده. طيب دلوقتي احنا لقينا الارباح هي ثابتة، لو عملنا ريفرش للصفحة هنلاقي ان الارباح دي بتزيد في الموقع. ادي زي ما انتوا شفتوا بتزيد. اول ما بتسجل بتاخد حاجة اسمها، هنلاقي هنا اول ما هنسجل حاجة اسمها اللوكي جيم. اللوكي جيم ده اول ما هتدوس عليه هيكون عندك 3 لوكي جيم. بيقول لك انت هتقدر تكسب منهم. انا جربت مرة كسبت 5000 ساتوشي. هندوس كده على كلمة بلاي تاني، هنشوف جالنا كام. جالنا اهو تقريبا 1000 ساتوشي. هتدوس على كلمة بلاي تاني، بتشوف الرقم الكبير كان، وجالنا كمان 1000 ساتوشي. طبعا بيقولك انك لو جالك رقم 9 مرة واحدة بتاخد 5000 ساتوشي، وجالك مرتين بتاخد 10000 ساتوشي، وكده يعني بتقدر تشوف. لو رجعنا تاني للداشبورد هنا، كل اللي علينا ان احنا هنسيب الموقع دون فترة وهنيجي نسحب. السحب منين؟ من 200000 ساتوشي هنقدر نسحب من الموقع. بس كده مش هنستثمر فيه ولا اي حاجة. لو كده نزلنا نشوف السحوبات هنلاقي الموقع ده بيدفع على الخطط الفري عادي. ده كان شرحنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.